عام 2014 جيرمي ميكس مجرم يستعد لتلقي عقوبة السجن لمدة سنتين فجأة ومن العدم وبسبب صورة التقطت له بالبروتوكول الأمني للسجن. أصبح ملياردير ومن أشهر المودرز بالعالم بل وأغناه. معكم أخوكم في الله سفيان في فيديو جديد وقصة جديدة. إذا كنت غير مشترك بقناتي انضم لي بهذه القناة، صدقني سأشارك معك كل اللحظات الجميلة والممتعة والمفيدة. طبعا أعزائي المشاهدين، السؤال الذي يطرح في أذهانكم حاليا، كيف لمجرم تم القبض عليه بسبب استهلاكه لأسلحة غير مرخصة وفي حملة للإطاحة بالعصابات أن يصبح من أغنى الموديلز بل وأشهرهم على الإطلاق بين عشية وضحاها؟ جيريمي ميكس ولد سنة 1984 أي حاليا يناهز عمره الأربعينيات. 1993 وصلت جيريمي ميكس مدينة بكرفيل واشنطن. في ذلك الوقت لم يكن يعرف أي شيء عن الإجرام أي بعمره 9 تقريبا، لكن ذلك المحيط السيء وعالم مليء بالإجرام والعصابات سرعان ما انسجم جيريمي ميكس لعالم الجريمة. في تلك المدينة وفي تلك الوقت كانت عصابتان هما المسيطران على تلك المدينة، والمدينة بأكملها تنقسم بينهما. طبعا انضمت جيريمي لإحداهما وبدأ بتنفيذ المهام الموكلة إليه صعودا للمهمات الكبرى. بسبب هذا سرعان ما كان يرتاد جيريمي ميكس الإصلاحيات والسجون عاصرين بسبب المشاكل والمشاكسات والمناوشات. كانت 2002 تم القبض على جيريمي ميكس تهمة السرقة والاعتداء وتم سجنه لمدة سنتين، يعني عنده سوابق بالسجن. أعزائي المشاهدين، أنا لن أدخل في تفاصيل مراهقته، كل ما يهمنا هو ما حدث له أثناء محاكمته وجعله ينطلق كالسهم العالمية والنجومية. جيريمي طبعا تابع حياته بالإجرام إلى سنة 2014. ذلك الوقت كان جيريمي مزوج ولديه ابن. كبداية سأسرد لكم كيف تم القبض عليه. في الصباح الباكر قامت جيريمي ميكس بسياقة سيارة زوجته وكان ذاهبا لأخاه ليقوما بالمهام الموكلة لهما من العصابة. بعد ركوب أخيه معه بالسيارة وأثناء ذهابهما بمدة قصيرة قامت دورية شرطة بإيقافه. طبعا العادي الذي ظنه جيريمي ميكس أن الدورية ستقوم بطرح أسئلة اعتيادية من باب الحيطة، لكن بذلك الوقت سأله أخاه الأصغر الجالس بجانبه: جيريمي، هل لديك أي أغراض بصندوق السيارة؟ والمقصود بالأغراض أي مخدرات أو أسلحة؟ أنتم تعرفون طبعا أعضاء العصابات كيف يشتغلون. أجابه جيريمي: لا 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 تخاف. الذي كان لا يدركه أخ جيريمي الأصغر أن سيارة زوجة أخيه كان بها صندوق مخبأ داخل صندوق السيارة. وهنا الصدمة، الشرطي أثناء تفتيشه لصندوق السيارة يصدم حينها جيريمي ميكس لأن الشرطي وجد أسلحة مخبأة وغير مرخصة بصندوق السيارة. فسأل جيريمي: لمن هذه الأسلحة؟ طبعا بدأ جيريمي بنكران ملكيته للأسلحة المخبأة بصندوق السيارة، لكن الشرطي كان ذكيا وذهيا أجاب: السيارة تعود ملكيتها لزوجتي، إذن هذه الأسلحة هي لزوجتي، وشارع بكتابة التقرير. توتر جيريمي ميكس، قرر أخيرا الاعتراف بأن الأسلحة تعود له وليس لزوجته أي علاقة بالموضوع. اعتقلت جيريمي ميكس هو وأخاه، لكن علم جيريمي ميكس أن تلك الدورية لم تكن دورية شرطة عادية بل أفراد من FBI ولجان مكافحة العصابات والمخدرات. كما تم تفتيش فوق 10 منازل في الوقت الذي تم القبض عليه هو وأخاه. طبعا وهذا يدخل بعمليات محاولة الشرطة إسقاط العصابات بالمدينة. الآن نمر بكم للأهم. طبعا وكبروتوكول عادي جدا للأمن قاموا بتصوير المجرم اللي هو جيريمي ميكس، لكن لم يكن يحضر في باله أن تلك الصورة ستبدل حياة جيريمي ميكس بأكملها. روتين عادي للشرطة، قاموا بنشر صور المجرمين اللي تم القبض عليهم بتلك العمليات وبين جيريمي ميكس وأخر بين ظفرين أو بين قوسين. لما كان يؤخذ له الصور بالبروتوكول الأمني كان قد سأله أحد المصورين: بماذا تفكر يا جيريمي؟ فقال وهو متأثر: لن أقدر على توصيل ابني للمدرسة واللعب معه بالمنزل، وأعرب أن حياته قد تدمرت بتلك اللحظة، وهذا سبب وضوح دموع خفيفة بعينيه وقت التقاطهم الصورة. بعد إجراء البروتوكول الأمني التقاط الصور والتفتيش وإمضاء المحاضر وغيرها وغيرها تم الزج به بالزنزان. وكان يقول جيريمي ميكس: لم يأتيني النوم بتلك الليلة إلا بشقة أنفس. في الصباح الباكر جاء آمر السجن بزنزانة جيريمي ميكس وجدوه بالفعل مستيقظ، فقالوا له:
جيريمي ميكس عند الجزائر. استغرب جيريمي، ذهب به لمكان الزيارة. وجد جيريمي صديق قديم له أتى للزيارة. أخبره بصريح العبارة: جيريمي يا صاح، لقد أصبحت حديث الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها. جيريمي لم يفهم ما يقع أو ما يحدث. أكد له صديقه أنه أصبح حديث القنوات الإخبارية والتلفزية بأوروبا بأكملها وليست أمريكا وحدها، ومواقع التواصل الاجتماعي طبعا، لأن جيريمي كان بعيد عن التواصل الاجتماعي. جيريمي لم يصدق الأمر. ومن ذلك اليوم في كل صباح يسرق النظر من شباك زنزانته تلفاز الآمر الخاص بالجناح به، وكان يرى نفسه دائما على شاشة الأخبار كما أن أغلب العناوين تتحدث عنه. يقول جيريمي أنه بعد 3 أيام من التقاطه للصخرة بدأت تصل أكثر من 300 رسالة، كلها من الحب وأغلبها من الفتيات طبعا. يقول: بكثرة الرسائل لم أكن أقرأها وحدي، بل كنت أشاركها مع زملاء الذين يساعدوني بالقراءة نظرا لكثرتها وكثافتها. طبعا كانت بينهم رسائل مقلة للحياء وفاحشة، وأيضا فتيات تطلب الزواج منه، أيضا كميات وفيرة من المال والطعام. الآن المنشور الخاص بالفيدرالي به صور جيريمي ميكس موجود بصفحتهم على الفيسبوك، لوقتنا الحالي حاصل على أكثر من 100,000 لايك، يعني المشاهدات ستكون بالملايين. وطبعا مع كثرة البارتاج للمنشور أصبح جيريمي ميكس مشهورا جدا، الشيء الذي لم ينل على إعجاب الآمر والمأمور بالسجن، وكانوا ينتهزون أصغر الفرص لتعذيب وضرب جيريمي ميكس، يعني كان الوضع غير مواتي لهم أو كانوا يغارون منه. بعد قضائه 27 شهر بالضبط بالسجن، خرج أخيرا جيريمي ميكس سنة 2016. وحيطكم علما، جيريمي ميكس بذلك الوقت افترق مع زوجته، ارتبط بمليونيرة اسمها كلوي غوين ابنة صاحب أحد أكبر الشركات بأمريكا. فرغم صغر سنها إلا أنها كانت كوكيل أعمال لديه، تقوم بالتوسط لها للموديلز والشركات، وبسببها اشتهر جيريمي ميكس أكثر وأكثر. طبعا من بعد ستقوم بالتخلي عنه، لكن الأهم والأهم أنه بسبب علاقته معها أصبحت لديه تجربة كبيرة جدا بعالم الموديلز، وتعرف على شركات كثيرة وكبيرة للألبسة والموضة، يعني استفاد أكثر وأكثر من علاقته معها. الصدمة وأنه أثناء خروجه من السجن بدأت تنهال عليها العروض الكثيرة والكبيرة والخيالية، أفلام ومسلسلات والموديلينج والإشهارات بملايين الدولارات. عزيزي المشاهد، كما شارك بخمسة أفلام بظرف 10 أشهر، حتى توم كروز ما سواها. أما الإشارات فحدث ولا حرج. طبعا لم يصدق جيريمي ميكس حياته الآن، لأن بحياته السابقة كان يأخذ الأسلحة ويتبادل إطلاق النار والشتائم مغامرا ومخاطرا بحياته مقابل ما ولغ. زهيد جدا من رؤساء الحساب في ظل الآن الإشهار خاص بالموديلينج، يكتشف فقط ابتسامة ويمشي خطوات هنا وهناك ويأخذ ملايين الدولارات، يعني حياته ارتفعت من تحت الصفر إلى 100 ظرف 2 سنين. ولو لا سجنه كانت أقل، يعني بمجرد نشر الصورة فحسب. هذه قصتنا أعزائي المشاهدين، طبعا حط ثمن المقطع اللي هو اللايك، وأعطيني رأيك بالتعليق. إلى اللقاء.